السلام عليكم. نبداو تمرين 3 الخاص بالكهرباء ونقرأ المعطيات. تلعب المكتفات والوشيعات أدوارا أساسية في جل الأجهزة المستعملة في الحياة اليومية، كأجهزة الإنذار والتشخيص الطبي والمجسات الحرارية وغيرها. يهدف هذا التمرين في جزئه الأول إلى تحديد المقادير المميزة لمكتف ووشيعة في جزئه الثاني وفي جزئه الثاني إلى دراسة تضمين الوسع. الجزء الأول دراسة ثنائي القطب RL والدارة RLC المتوالية. أولا كبيرة، دراسة ثنائي القطب RL. ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل واحد، والمتكون من العناصر التالية: مولد مؤمتل، قوته الكهرومحركة كتساوي 10، نسطر على 10 إخوان، أي حاجة مهمة سطر عليها خصوصا الأرقام. موصل أومي، مقاومته كتساوي 40 أوم. وشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها R. قاطع تيار K، نغلق قاطع تيار K عند لحظة نختارها أصلا للتواريخ، فنحصل بواسطة نظام مسك معلومات ملائم على منحنيي الشكل جوج الممثلين لتطور كل من التوتر UR بين مربطي الموصل أومي والتوتر UB بين مربطي الوشيعة. يمثل تي المماس للمنحنى جوج عند اللحظة تي. اختر من بين المنحنيين واحد وجوج المنحنى الذي يمثل تطور UR. مزيان الاخوان هنايا، احنا في هذه الحاله اش عندنا؟ عندنا ما يسمى باقامه التيار. حتى عندنا الوشيعه كتكون عندنا اقامه تيار، ولكن عندنا اقامه تيار يعني التيار في الحاله البدئيه شحال كانت القيمه تاعو؟ كانت منعدمه. ننطلق من هذه، لدينا عند تي كتساوي زيرو اش عندنا؟ عندنا اي دو زيرو كتساوي زيرو مع حسب قانون اوم مع يو ار عند زيرو كتساوي هي ار في اي دو زيرو. اصلا اي دو زيرو كتساوي زيرو يعني ان يو ار كتساوي زيرو. اين منحنى بادي من زيرو؟ واش جوج ولا واحد؟ اللي كيبان ليا بادي من زيرو هو المنحنى جوج، ها هو بعد من زيرو طالع. متفقين معايا هنايا؟ كتبها. ومنه المنحنى اثنان يمثل UR التوتر بين مربطي الموصل الأومي. متفقين؟ دازت هذه. السؤال الأول. السؤال الثاني، بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UR تكتب على الشكل التالي من خلال الشكل فوق. شوفوا الإخوان الشكل فوق اللي عندكم، عندنا UB زائد UR كتساوي التوتر E. هذا قانون إضافية التوترات، نخدم به هنايا. حسب قانون إضافية التوترات، اش كيقول لي قانون إضافة التوترات؟ كيقول لي U بي وكل اللي يدير UL ماشي مشكلة زائد UR كتساوي عندنا E. مزيان، مع U بي التوتر بين مربطي الوشيعة هو الاشتقاق ألف والاشتقاق تاع اي زائد ار في اي. يو ار قانون اوم وهو ار في اي كتساوي او. باش غنعمل هنا غادي نعمل ب ار، غتولي عندنا ال دي اي على دي تي زائد ار كبيره زائد ار صغيره مضروبه في اي كتساوي او. اش درت انا؟ عملت هنايا عملت ب اي، شي كامل كيساوي او. نقادو هاد او شويه شتا جات خربقه. مزيان، اوكي، نقلب الصفحه ونستمر مع
UR كتساوي R في E، يعني أن E كتساوي UR على R. غنعوض هاد E بالمعادلة التفاضلية، في المعادلة التفاضلية غتولي عندنا هنايا ال اشتقاق تاع اي بالنسبة للزمن اش غيولي؟ غيولي هو او ار على ار زائد ار زائد ار صغيرة مضروبة في او ار على ار، هادشي كامل كيساوي او. مزيان، دابا غادي نضرب الطرفين بجوج، غادي نضربهم فاش؟ أو قبل ما نضربها، واحد إغ غتخرج من لا ديريفي، غتخرج من الإشتقاق، قد إغ غتخرج وغتبقى في المقام، أش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا هنايا إل على إغ، إشتقاق تاع أو إغ بالنسبة للزمن، زائد إغ على إغ. مضروبة في او ار كتساوي او. دابا غادي نضرب الطرفين بجوج في شبغيهم، غادي نضرب الطرفين بجوج في ار على ال. لضربت الاولاني، لضربت الاولاني في ال على ار، غتبقى عندنا فقط اشتقاق تاع او ار بالنسبة للزمن، وهنا الضربات تمشي اغ مع اغ، غتبقى عندنا اغ زائد اغ على ال مضروبة في او اغ كتساوي عندنا هنايا اغ على ال في او. وهذه هي المعادلة اللي قال لك بين عندنا هنا. نزيد واحد القضية هنايا، هنايا فاش ضربنا؟ ضربنا في اغ على ال، ضربت الطرفين بجوج، وكنكون حصلت على المعادلة التفاضلية اللي قال لك بينها عندنا هنايا. مزيان، حيدنا على هنا دابا المعادله التفاضليه، غندوز للسؤال الثالث. السؤال الثالث ونقراه بشويه بشويه علينا. استنتج ان تعبير التوتر بين مربطي الموصل اومي في النظام الدائم يكتب بالشكل التالي. اخوان، في النظام الدائم اي حاجه متغيره كتولي ثابته، ولو ولات ثابته شنو هو الاشتقاق تاعها؟ طبعا زيرو. اش غنكتب هنايا؟ في النظام الدائم UR كتولي كونستانت يعني ثابتة، لو ولا ثابتة يعني عندي الحق نكتب أن الاشتقاق تاع R بالنسبة للزمن كيساوي زيرو. اش غتولي عندنا فوق في المعادلة التفاضلية؟ المعادلة تصبح على الشكل التالي، غتولي عندنا R زائد R على L مضروبة في R كتساوي R على L مضروبة في R. اش غادي يوقع؟ غنختزل دابا L مع L، غتولي عندنا هنايا R زائد R مضروبة في UR كتساوي عندنا R في E. هما اش باغين؟ باغين UR. إذن UR هذاك الشيء اللي مضروب فيها غيتحول المقام تاع الجهة الأخرى مضروبة في E، وهذا هو التعبير اللي كيقلب عليه. السؤال الرابع، احسب ماذا؟ احسب اخ. مزيان، اللي بغينا نحسبو اخ، لدينا او اخ كتساوي اخ على اخ زائد اخ من السؤال اللي قبل، طافقين معايا هنايا؟ دابا خاص نعزل اخ، غتولي عندنا هنايا R زائد R كتساوي R على UR فوا E. بين هادي من الماط بينا، غنحول R لطرف آخر، غتولي عندنا
اخ صغيره هي اخ على يو اخ فوا او ناقص اخ. نعمل باخ غتولي عندنا اخ كتساوي اخ عامل لي او على يو اخ ناقص واحد. احنا لقينا التعبير تاع اخ يكفي دابا غير الحسابات. مزيان. اذا غتولي عندنا هنايا اخ كتساوي قلنا عملنا باخ شحال هي القيمه تاع اخ. رجع نشوف معطيه شنو هي القيمه تاع اخ. القيمه تاع اخ عندنا 40 وعندنا كذلك او اخ في النظام الدائم. ما ننساهاش او اخ في النظام الدائم هي هذه كتساوي عندنا 8. هذه او اخ في النظام الدائم او كتساوي 10. ورجع حساباتي نبدل ستيلو ونرجعوا للحسابات. قلنا اغ عندنا هي 40 عامل او قلنا 10 على 8 ناقص 1 في الكالكيل شحال غتعطينا اغ؟ غتعطينا تقريبا 10 اوم. هذا فيما يخص السؤال 3 او 4. ندوز السؤال 5. سؤال 5 قال لك حدد مبيانيا ثابتات الزمن طو. شوف معي اخوان طو ارجع للشكل الاولاني كيعطوكم واحد المماس. هاد المماس اللي عطاكم هو نحاول نرسمه بالخضر انا. هاد المماس في كيتقاطع مع المقارب الافقي كيتقاطع مع فهاد النقطه كتهودني شال تحت. هادي هي طو. نرجع نكتبوها نكتبوها هنايا مبيانيا نجد أن طو كتساوي 0.01 سكوند. السؤال الأخير في حد أولا كبيرة نقرأ السؤال الأخير. تحقق من أن ال كتساوي 0.5 وأي حاجة الإخوان كيقول تحقق منها عرف راه عندها تبعات في تتمة التمارين أو تتمة الموضوع. لدينا من خلال الدرس طو كتساوي هي ال على اغ توتال. يعني ان ال كتساوي طو مضروبه في اغ زائد اغ. نحسبوها طو 0.01 و اغ قلنا 40 زائد اغ صغيره اللي قلنا هي 10. هذا الشيء غيساوي عندنا 0.5 هنري. كتكون اولا كبيره سالت. غندوز لثانيا كبيره. دراسه الداره ار ال سي المتواليه. نشحن كليا مكتفا سعته سي ثم نربطه على التوالي في لحظه نختارها اصلا للتواريخ مع الموصل الاومي والوشيعه السابقين. يمثل منحنى الشكل واحد تطور كل من التوتر يو سي بين مربط المكتف والشده اي للتيار المار في الدارة. الشكل اللي عندنا على اليسار تمايا. أولا أي نظام من أنظمة التدابير يبرز المنحنى. شحال من نظام عندنا الإخوان حنا في الدرس؟ عندنا أنا صممهم نمسحهم. عندنا نظام دوري للوسع ما كينقصش. وعندنا نظام شبه دوري الوسع كيرم غادي ينقص. وعندنا نظام لا دوري ما كيتحركش كاع. متفقين معايا هنا؟ عندنا ثلاثة الأنظمة اللي كاينين عندنا هنايا. اللي كاين عندنا في الكور. غنجي دابا ندير هنايا السؤال الاول سؤال سهل. اي نظام يبرز المنحنى؟ هنا ما كاش التعليل. اذا عندنا نظام شبه دوري. لقالك التعليل غتقولي بان الوسع يتناقص مع مرور الزمن. هذا هو التعليل تاعو. في السؤال الثاني حدد سعه حدد قيمه سعه السي علما ان شبه الدور يساوي تقريبا الدور الخاص. واخا قبل ما ندوز للصفحه المواليه شبه الدور ها هو غرسمه في الشكل من القمه من القمه للقمه. هذا هو شبه الدور. هذا هو التي. شحال كتساوي القيمه تاعو؟ القيمه تاعو كتساوي 10. هاي في النهايه كتساوي 10 ملي سكوند. سؤال تاني. لدينا
كزيرو تقريبا هي تي. من خلال الدرس كزيرو هي دو بي راسين ال سي كتساوي تي. انا بغيت نجبد ديك سي غنرفع او كاري غتولي عندنا 4 بي كاري والجدر مع او كاري كيمشي كتبقى عندنا هنايا تي او كاري. كنقلب على السي اذا السي غتساوي هي تي او كاري على 4 بي كاري مضروبه في ال تطبيق العددي. تي هي 10 ملي سكوند ياك غنحولها في 10 اس ناقص 3 الكل اس 2 على 4 او بي او كاري عطاونا هي 10 و ال ديجا حسبناها 0.5. غادي نلقى السي شحال غنلقى القيمه تاع السي على حاسبها غادي نلقاها تقريبا 5 في 10 اس ناقص 6 فراد. لا بغيت نحولها هي 5 ميكرو فاراد. تحويل من الفاراد للميكرو فاراد كنضرب في 10 اس 6. السؤال الثالث ارجع نقرا السؤال الثالث. السؤال الثالث قال لك مولاي اعتمادا على منحنى الشكل 4 احسب الطاقه الكليه للدارة عند اللحظه تي ان كتساوي 9. ماشي مشكله نكتبوا العلاقه تاعنا الرجل المنحني. الطاقة الكلية أو توتال عند اللحظة تي أن كتساوي الطاقة الكهربائية في المكتف عند اللحظة تي أن زائد الطاقة المغناطيسية عند اللحظة تي أن كيساوي عندنا هنايا واحد على جوج سي أو سي عند اللحظة تي واحد أو كاري زائد واحد على جوج ال فوا اي عند اللحظة تي أن كذلك او كاري. مزيان من المنحنى لدينا غنجبد او سي عند اللحظة واحد شحال كتساوي دابا رجع ليها وغادي نجبد اي عند اللحظة تي واحد شحال كتساوي هنايا نمشي للمنحنى. القيمة اللي عندنا هي 9 كنجي للمنحنى هنايا ونشوف 9 عندنا 5 هنايا عندنا 5 عندنا هنايا اذا كل كل جوج مربعات هنايا نمسح هاد الدوال الكبيره هنايا هنايا كل جوج مربعات ان عندك سيدي 5 غتكون عندك 6 7 8 9 ها 9 في النهايه هذه هي 9 غتمشي للفوق نيشان لا ما تحركش هذا الشكل تحرك سمح لي نرجع لبلاصتو انا رجعت لبلاصتو واخا تزعزع شويه ما هاد العجب نقادو تقريبا قادينا كتمشي نيشان هنا الفوق كتجي هنايا مزيان لقينا هنايا اللي حسبنا لأنيا خمسة المربعات فيهم أربعة يعني كل مربع فيه 0.8 هاد القيمة عندنا هنايا هي 4.8 خلي يو سي كتساوي 4.8 غنجي نقلب على 9 في المنحنى الآخر عندك أسيدي 7.5 عندك أسيدي يعني كل مربع فيه 0.5 7.5 8 9 هاد 9 فين كاينة هنايا هنا فين عندنا 9 غنمشي للمنحنى نيشان وغادي نجبد القيمة تاعنا هنايا 7.5 كل مربع هنايا فيه جوج عندك أسيدي 7.5 في 5 المربعات يعني كل مربع فيه 1.1 لا 1.5 إذا عندنا هنايا تقريبا 12 رجع 4.8 و 12 اذا او سي كتساوي 4.8 طبعا فولت وهذه كتساوي 12 كانت ملي امبير. دابا نحولها نرجعوا للعلاقه تاعنا اذا غتكون عندنا الطاقه الكليه عند اللحظه تي واحد كتساوي 1 على 2 السي حسبناها قبيله 5 في 10 اس ناقص 6 4.8 اس 2 زائد 1 على جوج
ال تيحسدنا 0.5 في شدة التيار 12 ولكن ملي أمبير في 10 أس ناقص 3 أوكاري. دابا خاصنا الحسابات وخاصنا الآلة حاسبة، نقلبوا على الآلة حاسبة. هاد الشيء غادي يخرج لينا 9.36 في 10 أس ناقص 5 جول، وكتكون ثانيا كبيرة سالت. غادي نمر دابا الجزء الثاني اللي هو خاص بالتضمين. هاد البلاصة باقا خاوية الإخوان، ولا كنتم سالي ديروا فيها واحد أبوني شو جيم تمر الله يرضي عليكم. نقرأ المعطيات. الجزء الثاني، الجزء الثاني للحصول على إشارة جيبية مضمنة الوسع ننجز التركيب الممثل في تبيانة الشكل 5 حيث يمثل X دار المتكامل المنجز للجودة. هذيك اللي عندنا على اليسار تتوفر على مدخلين O1 و O2 ومخرج S. نطبق عند المدخل O توترا U1، هاد U1 أعطانا التوتر هنا U1 كتساوي U0 زائد U1 الكوز دو بي اف 1 فوا تي، حيث U0 هي المركبة المستمرة أو كذلك الدور تاعها وكتسمى توتر الانزياح. عند المدخل U2 توتر U2 تعبيره U2 كتساوي U2 هذيك U2 ماجوسكير هي الوسع الكوس دو بي اف 2. نحصل عند مخرج الدارة المتكاملة X أو كروة على توتر E3 كيس مضمن الوسع تعبيره. أعطونا الإخوان التوتر هذا مهم، هذه اللي أعطونا هنايا لأن غنقارنها مع واحد العلاقة عندنا في الدرس وغنجاوب على التمرين كامل. السؤال الأول قال لك مولاي، السؤال الأول قال لك حدد قيمة كل من التوتر FB للإشارة الحاملة و F وتردد FM للإشارة المضمنة. هذيك FM حنا كنسمينا في الدرس FS، ماشي مشكلة. من خلال الدرس تفقي معايا اش عندنا؟ عندنا US هنا مسمينها هما U3، انا غنسميها U3 فحالهم هما في الدرس كتسمى US. كتساوي عندنا هنايا اش كتساوي عندنا في الدرس؟ في الدرس كتساوي كنا بيناها هي ك مضروبه في بي ام، والبي ام هنايا هي اي جوج عامل لماذا؟ عامل لي اي واحد حنا كنسميها اس ام في الكوس دو بي اف ام في تي زائد او زيرو. هادشي كامل مضروب في الكوس تاع دو بي اف بي في تي. طافقين معايا اخوان؟ هادشي اللي كان عندنا. دابا اش غادي ندير انا؟ غادي ندير المقارنه، غادي نقارن مثلا نكتب انا تحتها مع من خلال التمرين او 3 اش عطينا هنا؟ غنكتب هذيك المكتوبه الفوق 0.1 0.6 الكوس دو بي 10 أس 4 في التي زائد 0.8 مضروبة في الكوس 6 بي في 10 أس 5 في التي. إلا درت المقارنة غنديرها بلون أحمر. إي واحد هي 0.6 دو بي في إف إم هي دو بي في 10 أس، يعني إف إم كتساوي 10 أس 4. إي زيرو هي 0.8 و 6 بي في 10 أس 5 هي دو بي في 10 دو بي في دو بي اف بي. غنبدا نجاوب على الاسئله تاعنا. دابا غيجيو ساهلين. اول حاجه الا بغيت نجبد اف بي اش عندنا؟ درت المقارنه دو بي اف بي هي 6 بي في 10 اس 5. اذا دو بي مع 6 بي تحيد القاعده مباشره اف بي تساوي 3 في 10 اس 5 هرتز. احنا كنكون جبدنا عندنا هنايا كنكون جبدنا اف بي. غادي ندوز نجبد اف ام. كيفاش غنجبد اف ام؟ كيفاش غادي نجبد اف ام؟ اف ام نفس الشيء غادي ندير دو بي اف ام كتساوي عندنا دو بي
فوا 10 على بوسونس 4 غنختزل، غتبقى عندنا اف ام 10 اس 4 هرتز. نزوقوها لا هذه هنايا. السؤال الثاني، السؤال الثاني لك احسب نسبة التضمين حسب الدرس. نسبة التضمين كتساوي عند العلاقة تاع الدرس عاد غنسقط على هنا هي اس ام على اي زيرو. اس ام قلنا هي اي واحد، اي واحد هي وريتكم اي واحد هي 0.6 و اي زيرو هي 0.8. اش غادي ندير هنايا؟ السؤال سؤال ثاني، نسبة التضمين، نسبة التضمين ام ام كتساوي عندنا يو ان على يو زيرو. يو ان قلنا 0.6 على 0.8 بدون على حاسبة غتكون هي 0.75 ما عندهاش الوحدة. السؤال الثالث والاخير، نرجع نقرا السؤال الثالث. هل التضمين جيد؟ اخوان باش يكون التضمين جيد خاص يكون عندنا جوج شروط. الشرط الاول خاص تكون عندنا ام اصغر من واحد متحقق، وخاص تكون عندنا اف اف بي اكبر كثير من اف ام على الاقل 10 المرات، هذا هي محققة. علاش؟ لان اف بي 3 × 10^5 أكبر بكثير من 10^4 يعني متحقق. إذن التضمين جيد. أسامة إخوان فيما يخص تتمة الامتحانات راهم كاينين تحت في الجدول الوصف، غير الفيديو تحت راه غيبان لك تما، كليك عليهم تعاود تشوفهم تما. والسلام عليكم، ولا تنسوش إخوان باش يجيم وابوني، إلا كان شي تساؤل ديروا في الكومنتير والله ييسر لكم والله ينجحكم.